اتعامل مع دول ان هم صوت واحد، فجمعهم كلهم في جروب كده، حتى ممكن اعملهم كيو كلهم مع بعض. بادز عشان يبقى فيها اتاك بطيء، فهي مش بتبدأ بالظبط، مش بتبدأ بالظبط مع الوان زي البيانو زي الكلام ده، الماتيريال اللي فيها ترانزينت واضح وسريع. فاحنا ممكن نسيح شوية الموضوع ده، تعال نعمل دي كده برضو بالمرة، ممكن نسيح خليهم يخشوا على بعض شوية عشان الريليس يبقى منطقي، ونعمل كده برضو في الاتاك. خد دول برضو نعملهم كده، بس خليك لازم تبقى كيرفول طبعا انت بتعمل كده، لان ممكن الدنيا تبوظ منك. والاتاك برضو هنجيبه شمال شوية عشان عقبال ما ياخد وقت ان هو يبتدي يربريزنت النوتة فتنزل في التايم بتاعها. وبرضو زي ما عملنا في كل المرات، احنا هنقفل الافكتات ونقفل اللايرز ونشوف الصوت ده بيتكون من ايه، وهل احنا عايزين ده كله ولا لا. ماشي، ده الصوت الاساسي اللي هو بي ده. ماشي، ده اوكتيف تحت متقله شوية، تعال نشوف لو قفلنا هيحصل ايه. انا ممكن ما اقفل الافكتات برضو، حاسه مش ضايف قوي. تعال نشوف مع البيانو. تمام، تعال نشوف بقى ممكن نعمل ايه تاني. لقيت انا صوت سترينجز صوته فينتج كده وحلو، تعال نشوف ممكن نعمل بيه ايه. تعال خلينا نلعب من تحت شويه عشان يبقى منطقي. من فوق كان احسن، بس هنطلعهم نبتدي نلعب في الانفرجن شويه. ممكن نابلاي نفس اللي احنا عملناه اول بات خالص، اللي هي الموفمنت اللي عملتها بالفوليوم اوتوميشن ده، عشان اعمل بقى الحركه دي لان دي مش هتليق خالص هنا. محتاجه تريتمنت مختلف شويه. ممكن نلعب شويه في الصوت ده بما انه صوت فينتج. عجبني اللاير ده بس انا عايز اغطيه شويه، فانا ممكن اغطيه من هنا. وممكن نجيب اي بلوجن من اللي بيخلي الصوت لوفاي، مش لازم تبقى حاجه معينه يعني، اي حاجه. في مليون بلوجن بيعمل الحكايه دي دلوقتي. في حركة أنا بحب أعملها دايما، إن أنا
بشوف كومن تونز ما بين الكوردز دي ومع بعض، وبلعب صوت واحد يعني، بلعب فويس واحد، وممكن صوت يبقى ليد، ممكن يبقى باد، ممكن يبقى اي حاجه، وبشوف كده وبي اكت از باد برضو. بس احنا عشان معانا معظم يعني معانا الكوردز، بقيه الانفورميشن بتاعت الكورد في تراكات تانية كتير، فمش محتاجين كل مره نحط نفس الكورد يعني. فاحنا ممكن نختار اي صوت. تعال بقى ندور على صوت مناسب ويبقى صوت سباركلي كده، ونحط عليه افكتات حلوه ونشوف. هنختار الاول النوت، نسيبنا دلوقتي من الصوت عامل ازاي، نختار النوت الحلوه يعني. هنجيب بقى صوت مناسب. تعال نشوف ممكن نلاير الصوت ده بحاجة تانية. ممكن بقى ساعتها نبعد عن أومن سفير شوية، أو ممكن نختار كاتيجوري تاني خالص زي الليد مثلا. الصوت ده لوحده يقرف، بس تعال نشوف بقى احنا ممكن نخليه حلو ازاي. هنخلي ده كأوبشن، هو طبعا بتزود تكشر حلوة جدا. أقصد مشرحش بالظبط الإفكتات والكلام ده لأن دي حصة تانية خالص، بس أنا أقصد أقولك إن أنت اللايرنج يعني ممكن يبقى حاجات نقط بسيطة جدا وعليها شوية إفكتس مع بقية تراكات تانية تلعب في نفس الوقت تديك صورة كويسة. أنا دلوقتي مفتقد البيز، فتعال نعمل بيز باد اللي هو بنسميه ريس. هناخد اول بيدي خالص عملناه، وناخد البيز نوتس. احنا اول كورد عندنا سي ماينور، وبعد كده عندنا بي فلات ميجر، فدي مفروض تبقى طبعا تختار الريجستر يبقى فيها البيز واضح ومبيبقاش غليظ قوي في نفس الوقت. دي بي فلات، البيز مش لازم يبقى واضح قوي في الاخر، مش مطلوب منك تحط بيز، انت بس بتحط بيز للبادز يعني، تحط لهم تملى الريجستر شويه من تحت.
قصد بقى ان احنا نعمل شويه اكيوينج خفيف كده علشان مهما كانت الاصوات لايقه على بعض برضو هيبقى فيه فريكوانسيز عامله ماسكينج وكلاشينج وبتاع، فهنعمل اكيو كده برضو سريع، وده برضو هنتعمد مشرحوش لان ده هيبقى ليه حصص لوحده، بس يعني النظريه ان احنا بنحاول نتيك اوت الفريكوانسيز اللي احنا مش محتاجينها من الاصوات دي كلها علشان بقيه الحاجات تبان اوضح، ناخد كلاريتي احسن. ده هيفضل كده في الميد رينج، بس برضو احنا ممكن نظبطه عن كده شوية. خلي موضوع دريمي شوية عشان برضو نستمتع أكتر، ممكن نحط ريفيرب خفيف على البيانو بس يبقى ريفيرب برايت وشيمري. نشوف صوت ده اخباره ايه بقى، ده اسمعه لوحده بس افهم هو بيقول ايه. طبعا هو في فريكوانسيز مشتركه جدا ما بينه وبين الصوت اللي فوقيه، فاحنا هنحاول نوصل لنتيجه ليهم هما الاثنين يبقى بيتخانقوا، سوري ما يتخانقوش مع بعض، يبقوا بيجاملوا بعض. ده اللي احنا مش عايزينه لان ده مشترك في اللي فوق واللي فوق مقضي الغرض كويس. هنا صح ممكن محتاجين منه شويه هاي فريكوانسيز عن كده. بس ممكن نعمل له كومبريشن بحيث يبقى صوته باين في فوليوم واطي، ممكن نجيب حاجه اسمها مالتي باند كومبريشن. نشوف بقى الليد الزياده اللي فوق ده، شوف برضه لو حطينا كيو هو كده مش محتاج كيو لان هو بيلعب في حته واحده، بس هنشوف يعني ممكن علشان بس ما نضايقش البيانو اللي فوق. طيب انا حاسس كده ان انا يعني ناقصني صوت هيرو شويه في الموضوع، عايز صوت يبقى يعني يمسك الموضوع اكتر من كده، بس انا حاسس ان انا يعني زهقت خلاص من اومني سفير ده، فممكن اجيب سينثسايزر بقى زي سيرم مثلا، وانا اتعامل مع دول ما عدا البيز بس اللي هو ده نسميه بيز، اتعامل مع دول ان هم صوت واحد فجمعهم كلهم في جروب كده، حتى ممكن اعملهم اكيو كلهم مع بعض. شوف هيتعاملوا مع البيانو ازاي. البيانو عايز اديله بس زقة شوية كده في الكمبريشن.
من سيرم. والله صدق مش وحش، عامل حاجة يعني، بس محتاج يتزبط عن كده. هنشوف هنظبطه ازاي. عجبني فيه ان هو فيه موفمنت حلو وفيه تكستشر حلو. ده ممكن نخليه يلعب شوية لأنه هو أكتشي هو مش باد، هو كيز. هنخليه يقول ميلودي شوية مع البيانو. ومحتاج أسمع منه بيز أكتر. الفكرة حلوة بس برضو تاني ممكن ألاقي صوت أحسن. برضو جبت صوتين كده من سيرم، حسيتهم ممكن يضيفوا، نجرب مع بعض يمكن أو يمكن لأ. لازم تبقى open إن أنت ممكن تبقى شبطان أو فكرة وما تنفعش في الآخر، عادي لازم تبقى open لكده. اعتبر دول صوت واحد. دول طبعا قريبين جدا من اول صوت احنا عاملينه. انا برضو الريفيرب اللي انا حطه على البيانو ده وبيلعب جدا في الهايز. هو حلو طبعا، بس عشان الموضوع ما يبقاش زحمه قوي في الهايز، لان احنا اوريدي حطينا حاجات كتيره في الهايز، فاللي ممكن نعمله ان احنا ناخد الريفيرب ده ونحط بعديه اي كيو. ناخد دول كلهم تون في جروب بحيث يبقى انا فيدر واحد بس، ونحطه في المكان المناسب، وممكن نحط كيو تاني على عليهم كلهم برضو. الريفيرب ده حلو، انا هقفله بس عشان اشوف. Thank you.
زي ما انتم شايفين طبعا نتيجة جميلة، بس هي قلبت دريمي طبعا قوي، وده تمام يعني. ده اللي أصعب أصلا، من انت تحط يعني. هي دايما في قاعدة بتقولك less is more، احنا عاملين more طبعا، بس هو عشان غرض السيشن ده ان انا اوريكم البوسيبيليتيز. انا ممكن اقعد كده endless، ممكن احط 2 صوت فوق بعض طبعا هيبقى too much، بس يعني لو قعدت كده كتير هطلع كومبو كمان احسن من ده. بس هي الفكرة كلها بتمشي على نفس الكونسبت اللي انا شرحته لكم ده، اللي هو انت بتختار الاول الباتشاية محايدة جدا، بتلعب دور بس في الميد رينج مثلا، وبتبتدي تشوف ايه الصوت اللي ممكن يضيف عليها يجاملها، فبتعمل صوت كبير قوي. يعني تخيل ان ده ممكن تبقى باتشاية واحدة بس، عمر ما في باتشاية واحدة كده تليق على البيانو اللي انت عامله. كمان في ميلوديز بتلعب جوه، في قصة جوه يعني. مش هتلاقي باتشاية بتعملك ده كله. احنا حاطين كده كام تراك؟ 1 2 3 4 5 6 7 8 عشان نطلع صوت واحد. صوت كامل وجميل. حسب بقى عايز تدي أولوية. ممكن بقى اصلا تغير صوت البيانو نفسه، تجيب بيانو بقى تاني لو عايز يعني، ممكن تجيب خامة تانية خالص. ممكن تبني، ممكن متعملش انترودكشن طبعا، ما ينفعش تعمل انترودكشن لكل الاصوات مره واحده، بالذات لو انت بتبني اغنيه بجد يعني. فممكن تقول انا هبتدي الموضوع خفيف من غير دول مثلا، تلاحظوا هتلاقوا ان كل ما بغير في الفوليوم او بغير في اي بارامتر او اي حاجة هعملها، هتغير في التكتشر كله، هتغير في الصوت كله. فده ميزة برضو في الليرنج، ان انت عندك endless control على الصوت. الفوليوم لوحده ممكن الريلاتيف فوليوم بتاعت كل تراك تغير جدا صوت الباتشاية، صوت البيانو اللي بتلعب بيه، طريقة اللعب، الفيلوستي. ساعتها بقى تعمل المزيكا اللي انت حاببها. انا برضو يعني حاولت اوريكو الليرنج، يعني كرافت حلو قوي، ويعني حاجة اسنشل جدا في التوزيع، ودي اللي بتفرق موزع مبتدئ عن واحد يعني متقدم، ان هو يعرف يعمل حالة كبيرة. او طبعا ده ممكن نعتبره ساوند ديزاين، بس ده يعني ساوند ديزاين مركزين اكتر على اختيار الاصوات من الاول، وانفيرجنز والنوت سيليكشن والحاجات دي كلها، ويعني قربنا شوية لموضوع الافكتات والديزاين والريفيرب والكلام ده كله. مش بحاول ادوس قوي فيها لان دي هيبقى ليها حصص ديديكيتد يعني لوحدها، بس يعني حاولت اكسبيرمنت كده تشوف تقدر تعمل ليرنج ازاي. تضايقش خالص لو عملت ليرنج في الاول وحش ومش مظبوط، الموضوع بياخد وقت، ليرنج كيرف، بس محتاج تبتدي وتجرب يعني. وتخلي لازم تبقى اوبن جدا في حته ان انت ممكن تعمل ليرنج كتير او تحس تو ماتش او زحمه، ممكن تشيل
تلات ارباع الكلام ده كله وتكتفي بصوت واحد خالص عادي. يعني مش معنى كده ان لازم نعمل ليرنج، لا خالص مش لازم نعمل ليرنج في كل التراكات، بس ساعات بنحتاج نعمل ليرنج عشان نخلي الصوت اغلى بس. فاتمنى يعني اكون وصلت لك حاجه جديده يعني وتستخدمها لما يبقى ليها لازمه يعني. بس اشوفكم بقى الحلقه الجايه.